عبد الحي؟ ايوه خير يا بيه. ادم فين؟ في شغله لسه ما جاش لحد دلوقتي. لما يجي يديله خبر انه جينا الاسم. ليه كفالة شر؟ اما يجي لنا هيعرف. حاضر، اما يجي هبلغه ان شاء الله. استرها يا رب، استرها يا رب. خير يما، هم عايزين ايه من ادم؟ علمي علمك يا بنتي، اخوك من الصبح عمال اتصل بيه ما بيردش عليا، انا خايفه اكون جرى له حاجه. شر بره وبعيد يما، تلاقيه بس بيلف بالفيسبا ومستمع التليفون. يا بنتي بتصل بيه من الصبح ما بيردش عليا، ده حتى كان موعدني عشان يجي بدري عشان نقرا فتحته على هنا، وديني لابسه ومستنياه. ما تقلقيش يا امه، زمانه جاي. ما قلقش ازاي بس يا ابني، والهم اللي جه سال عليه ده اكيد في مصيبه وادم ليه دخل بيها. يا رب استرها يا رب. يا ابني رد في عرضك، رد يا ادم، طمن قلبي يا ابني. يا رب يا رب ما بيردش برضه، استرها يا رب، والنبي تسترها يا رب. شكلك احسن النهارده. انا فين؟ انت عندنا في البيت. انت مين؟ انا اسمي نانسي. هو انت ال انا. هو الراجل مات؟ لا احنا ما نعرفش، ممكن يكون اتصاب. بس ده طلع بجد بقى. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، الحركه مش كويسه عشانك. معلش. الحمد لله على سلامتك يا ابني. دول مامتي وبابايا. يا ابني انا اشكرك على المعروف اللي عملته مع بنتي. لا شكر على واجب حق. مقدس المقدس جورج لواء طبيب متقاعد. ده طقم نظيف يا حبيبي جبته لك عشان تلبسه بعد الفطار عشان تقدر تروح القسم وانت نظيف. اسم؟ ما هو انتوا لازم تروحوا تعملوا محضر عشان تثبتوا ان كنتوا بتدافعوا عن نفسكم. ما تخافش، بابا عنده محامي شاطر قوي وهو اضرب مصلحتنا. بس لو احنا رحنا كده واحنا لسه مش فاهمين حاجة اكيد مش هتعدي بالسهل يعني. الكلام ده لو كنت عامل عاملة، انما انت بطل، مثل للشاب الشهم الجدع اللي كلنا لازم نشكره ونكرمه. ما تخافش، احنا هنفوت على المحامي بتاعنا واحنا رايحين في سكتنا. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، انت الحركة غلط عشانك. انا هوصلك بعد مشوار القسم لحد البيت.